والابن والروح القدوس الاله الواحد امين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدوس معكم جميعا ومع روحك ايضا. تفضل جلوس. صباح الخير لكم جميعا وكل عام وانتم بخير ايها الاحباء. يا احباب مريم، يا ابناء مريم العزيزه سيده الجبل، تأتون في كل عام وها نحن نعود بعد لربما فترة غياب بسبب وباء الكورونا للاحتفال بعيد أمنا البتول مريم سيدة الجبل المباركة. هذا المزار المقر من الكنيسة المحلية وأيضا من حاضرة الفاتيكان عام 2000 كمزار للحج المقدس، وكذلك من وزارة السياحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة. كل التحية والتقدير لكم في هذه الكلمة باسم كهنة ورهبان وراهبات الكلمة المتجسد. نحيي أولاً ونشكر غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا الحاضر لترأس هذه الذبيحة، وكذلك نرحب لأول مرة بصاحب السيادة المطران جمال دعيبس الذي يحتفل معنا في هذا القداس لأول مرة من بعد سيامته الأسقفية وتعيينه نائباً بطريركياً للكنيسة اللاتينية في الأردن. نرحب بالإخوة الكهنة الحاضرين عند الهيكل أو المتواجدين في الكنيسة لسماع اعترافاتكم، وبالأخوات الراهبات والمؤمنين الحاضرين من مختلف رعايانا الحبيبة، وكل الشكر لوزارة السياحة الممثلة بعطوفة الأمين العام الدكتور عماد حجازين وهيئة تنشيط السياحة وسعادة النائب وكل الرسميين الموجودين، وكل الشكر لمحافظة عجلون ممثلة بعطوفة المحافظ وكافة الأجهزة السياحية والأمنية التي أسهمت بالتحضير مع رعية سيدة الجبل لهذا الاحتفال. معكم نصلي في هذا الصباح
من أجل كنيستنا ومؤمنين ورعايانا، من أجل بلدنا الحبيب الأردن الغالي بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله وكل أبناء الأردن وبناته مسلمين ومسيحيين الذين يشكلون أسرة واحدة. أهلاً وسهلاً بكم أيها الأصدقاء القادمون من مختلف الأنحاء، ونحيي كل من يشتركون معنا في الصلاة عبر مواقع التواصل. ألف تحية لكم، ومعكم نطلق تحية للأم السماوية. سلام سلام يا سيدة الجبل، سلام سلام يا سيدة الجبل، وصلاة مباركة للجميع. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ولعنتنا عليها فنكون أهلا إلى إقامة الأسرى المقدسة. أنا أعترف رحمنا الأخ القدير وغفر على نزلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Thank you.
لنصلي. Lord, from the chaste womb of the baptismal font, the Church, our Mother, has given to children of this earth a new birth as children of heaven. Grant that through the life-giving gospel and your grace-filled sacraments, the Church may form its daughters and sons in the likeness of Christ, its founder, who was born of Virgin Mother as the firstborn of many brothers and sisters and the savior of the whole human race. Bil Masihi Rabbina. Amen. تفضلوا الجلوس لسماع القراءات المقدسة الموجودة في الكتيبات معنا. القراءة الأولى قراءة من نبوءة صفنيا. ترنمي يا ابنة صهيون، اهتفوا يا إسرائيل، افرحي وتهللي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، فقد ألغى الرب قضاءك وأقصى عدوك. في وسطك ملك إسرائيل الرب، فلا ترين شرا من بعد. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا تسترخي يداك، إن في وسطك الرب إلهك الجبار، فهو يخلص ويسر بك فرحا، وهو يسكن في محبته ويبتهج بك بترنيم. كلام الرب. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، ولما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودا لامرأة
مولوداً في حكم الشريعة، ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة فننال التبني. والدليل على كونكم أبناء أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا، الروح الذي ينادي يا أبتي، فلست بعد عبداً بل ابن، وإذا كنت ابناً فأنت وارث بفضل الله. كلام الرب. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشر. المسؤول لك يا رب وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقض الجنين في بطنها وامتلأت منينا روح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك، من أين تأتيني أم ربي؟ فما أن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتقض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنا فيستم ما بلغها من عند الرب.
فقالت مريم: تعظم الرب نفسي وتبتهج روح بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته المتواضعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع لي أمور عظيمة قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعد فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء، أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء سرابهم فارغين. نصر عبده إسرائيل ذاكراً كما قال لآبائنا، رحمته لإبراهيم وذريته للآبد. وقامت مريم عند الإصابات نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب. التسبيح لك أيها العزيز. I greet, first of all the civil authorities, the religious presence, and I have also to say that I'm very happy to see this beautiful gathering here in this beautiful place. أحيي أولاً السلطات المدنية الحاضرة وكل الجمعيات الرهبانية، وأحييكم أنتم الوجوه الطيبة النيرة في هذا الصباح. It is not that common to see such gathering, to see the many people, and as usual is always because of the Holy Virgin. ومش دائما نرى هذه الوجوه الطيبه مجتمعه بهذه الحشود، ولكننا نجتمع دائما تحت مظله الام السماويه مريم. And this is a typical expression of our devotion or faith as church, to gather around our mother, the Holy Virgin. وهذا ما دأبت عليه كنائسنا، بأن نجتمع دائما حول الأم البتول لأنها أمنا. Just 3 short points. 3 نقاط قصيرة. In the Gospel that we know very well, Gospel of the Visitation, we see first of all a disproportion between what happens and the significance of what happened. والإنجيل الذي هو إنجيل الزيارة فيه نقطتين: الأولى ماذا حصل، والثانية ما الذي يحصل. What we see is a normal domestic image of life, where one woman is going to help another woman who is pregnant. أولا إنه إنجيل عادي، قصة عادية، أن امرأة تزور امرأة ثانية لتساعدها لأنها حامل. They are relatives, they know each other, one is older, so she needs help. And it's normal, like every family, they go to support each other. امرأتين قرايب بيساعدوا بعض، بيزوروا بعض، خاصة في وقت الحاجة. So it's a very normal, everyday, domestic image of life. وهذا أمر عادي جدا في بيوتنا يومياً. But behind this, there is all the history of salvation. ولكن خلف ذلك هنالك قصة الخلاص. We have the Old Testament, John the Baptist in the womb of Elizabeth, and the New Testament, Jesus in the womb
في هذه الزيارة يلتقي العهدان القديم يوحنا المعمدان في بطن والدته إليصابات والجديد يسوع المسيح في بطن والدته أم البتول مريم. And in the beautiful prayer magnifica that we pray every day, there is the old, the history of salvation. وفي نشيد تعظم الذي أنشدته مريم في الإنجيل هنالك كل قصة الخلاص متجسدة. So the first consideration is this: we usually expect big things from God. أحيانا كثيرا نتوقع أمور خارقة من الرب. We want miracles. نريد عجائب. We want something that change a kind of earthquake in our life. ونريد شيئا يغير كل مسار حياتنا. But we have to learn to see the Easter salvation, our Easter salvation, every Easter salvation in everyday life, in this in the domestic image of life as in what we see in the gospel. ولكن كما رأينا في إنجيل اليوم إن الله يرسل لنا قصة الخلاص الأبدي وقصة خلاص كل واحد فينا في الأمور البيتية المعتادة اليومية. Christians, the church never made revolutions. إن المسيحيين والكنيسة لا تصنع ثورات. The kingdom of God always grows slowly, 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 slowly. وإن ملكوت الله يسير رويدا رويدا وتدريجيا. We don't like this slow. مرات كثير احنا ما بنحبش الامور التدريجيه. We want something sudden. مرات كثير بدنا شيء مفاجئ وعلى طول يغير. But this is not the way God is working. ولكن هذا ليس مخطط الله وعمله فينا. So the first consolation once again to learn to see the presence of God and the action of God in our life, everyday life. إذن النقطة الأولى أحبائي هي أن نرى عمل الله في الأمور البسيطة في الأمور المعتادة والبيتية. Because I don't believe that in our life is all black. ولأنني أؤمن بأنه مش كل إشي في حياتنا أسود. We have problems of course, we have also consolations in our life. عندنا مشاكل طبعاً ولكن عندنا تعزيات. So we have to learn and see in all these the presence of the action of God. في هذه الأمور علينا أن نرى حضور الله تعالى. Second consideration. الملاحظة الثانية. The Holy Virgin, first Elizabeth, see the presence of God in the Holy Virgin, and vice versa. The Holy Virgin, the presence of the Spirit in Elizabeth. هنالك الرؤية المتبادلة إن إليصابات ترى حضور الله في مريم العذراء وكذلك مريم العذراء ترى حضور الله في إليصابات. So everyone of the two see the action of God in the others. وهذا الجميل أن كل واحدة فيهن أو فيهما ترى صورة الله في الآخر. This is also a good lesson for us. We want to see the action of God in us, in our children, what is connected to us, others we don't care. وهذا يحصل معنا احيانا اننا نريد ان نرى حضور الله فينا ولكن الاخرين ليس هنالك حضور لله فيهم. But this is not the way the kingdom of God grows. وكذلك هنا ليس هكذا يعمل ملكوت الله فينا. To be community is to be able to see the action of God in us and the others too. أن نكون شركة وجماعة هي أن نبصر حضور الله في حياتنا نعم ولكن أيضا في حياة الآخرين. When you see what God is doing the others without jealousy, without anger, so you advance the kingdom of God. كيف تتقدم نحو ملكوت الله عندما ترى بدون حسد وبدون غضب أن الله أيضا حاضر في وجه قريبك. And you build the community also. وهنا نبني الجماعة كلها. So, and this is for our communities. Sometimes we have problems between groups, between ideas, between policies and so on, to be able to recognize, to acknowledge also what others do. بالرغم من التحديات، بالرغم من المشاكل والصعوبات، علينا أن نبصر أن الله حاضر فينا جميعا. The third, last point. The last point is this. The Magnificat. Magnificat is this prayer that we just heard that we pray every day. تعظم نفس الرب التي نصليها يوميا.
The Magnificat is a celebration. إن تعظم هي احتفال. Dolly Virgin is celebrating what God has done. إن العذراء مريم تبتهج وتحتفل بما صنع الله معها. It's not enough to see the presence of God in our everyday life. It's not enough to see the presence of God in other activities. We have to celebrate the presence of God. ليس فقط مدعوون إلى أن نرى حضور الله فينا أو حضور الله في أعمالنا أو القريب، ولكن علينا أن نحتفل بحضور الله. To celebrate means to say thanks, to appreciate, to say yes, Lord, I see what you are doing in us, and I praise you and thank you for what you are doing. أن نحتفل يعني أن نشكر وأن نسبح الله. نعم يا رب أنت تعمل فينا، فشكرا لك. The gospel is a big lesson, and I conclude also last point. آخر شيء بدي أختم. I maybe already said, we gather around where there is mother, there is family, there is house, home. عندما تكون هنالك أم هنالك عائلة، مثل ما بنقول بالعربي الأم بتلم. So we are now whole. Jordan is present here around the Holy Virgin. إن كل الأردن حاضرة هنا حول مريم العذراء. It's important. We have to pray for all Jordan. وعلينا أن نصلي من أجل كل الأردن. First of all, for our Christian community to be really one family. وأولا نصلي من أجل المسيحيين لكي نكون كلنا عائلة واحدة. Into all the country. ومن أجل كل بلدنا الحبيب. To our authorities. من أجل السلطات. In order to always work in the way we said to build this family. ولكي نعمل معا من أجل بناء هذه العائلة. It's not enough to be family. You know very well, you are all mothers and fathers, that if you don't work every day to build your family, the family finishes. وهذا البناء هو مستمر. أنتم الآباء والأمهات تعلمون جيدا صعوبة بناء العائلة بالتدريج. So we came here to the Holy Virgin of Mountain for Jordan to pray for our family with Jordan in order to ask her intercession to always be able to build our family, Christian and all the country family here in Jordan. لذلك جئنا في هذا العيد عيد سيدة الجبل نصلي من أجل كل بلدنا الحبيب لكي نبقى دائما نشعر أننا عائلة واحدة. آمين. آمين. نؤمن بالله واحد. آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وإلى أن سيأتي بالمجد العظيم. يهدينا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحن نحتفل بعيد سيدتنا مريم العذراء سيدة الجبل التي كان مولدها بدأ الخلاص، فلنبتهل إلى ابنها الإلهي في تواضع وخشوع، ولنقل بشفاعة مريم العذراء سيدة الجبل استجب لنا. مريم العذراء سيدة الجبل استجب لنا. أيتها الأم العذراء،
يا من تفوقين سائر الخلق اتضاعا وسموا، نسألك أن تتضرعي لنا عند ابنك يسوع بأن يحفظ قداسة البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وجمع الأساقفة والأكريروس، كي يقود الكنيسة بهداية الروح القدس في طرق القداسة، فيظهر صورة الله في العالم من خلال أعمالهم وأقوالهم. إلى الرب نطلب. أنت يا أم الرحمة، أطلبي لنا من يسوع من أجل مليكنا المحبوب جلالة الملك عبد الله الثاني، ليهبه الله الحكمة ويمده بالصحة والعافية، ليبقى راعيا للأردن وحاميه، وليحفظ الله أردننا في نعمة السلام، وليثبت أواصر الإخوة والتضامن بين المواطنين ليسيروا في طريق الخير. إلى الرب نطلب. أيتها الأم البتولة الفائقة القداسة، يا من كنت لنا عونا مستديما، إليك نتوسل أن تقفي إلى جانب عائلاتنا المسيحية، وخصوصا تلك التي تمر بمختلف الصعوبات، كي يجدوا في المحنة طريقا إلى تثبيت الحب، ولتبقى العائلة المقدسة هي رمز وأساس عائلاتنا المسيحية، فيكون شهوداً أمناء لرسالة المسيح على الأرض. إلى الرب نطلب. يا ملكة السلام، نتوسل إليك من أجل تعم الوحدة والسلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، فلتحول قوة الروح القدس البغضة إلى محبة، وحب الانتقام إلى مغفرة، فيفيض السلام في القلوب، فتتحقق العدالة والوحدة بين الدول والشعوب. إلى الرب نطلب. أيتها البتول مريم، نذكر أمامك قدس الأب يوسف نعمات، الذي خدمك بأمانة وثبت حياته بالتعبد إليك، فشجع المؤمنين من الاقتراب إليك، وبنى لك هذا المزار الذي يأتيه المؤمنين من مختلف دول العالم، فاذكريه لدى ابنك يسوع المسيح. إلى الرب نطلب. تحنني يا أمنا البتول على جميع الموتى المؤمنين من أهلنا وإخوتنا وأقاربنا وجميع الأنفس المطهرية المنسية، ليكونوا جميعاً من ذوي الميراث السماوي وشركاء في مواعيد ابنك السماوية، فننال نحن وإياهم مراحم ابنك وننال غفران خطايانا. إلى الرب نطلب بشفاعة العذراء سيدة الجبل، استجب يا رب. شفاعة العذراء سيدة الجبل، استجب لنا. أيتها البتول مريم سيدة الجبل الفائقة القداسة، تحنني علينا وتشفعي لنا لدى ابنك يسوع، كي لا يسمح بأن تبعدنا الصعوبات عن طريق الإيمان والرجاء والمحبة، وليرى فينا الآخرون شهوداً حقيقيين للمسيح. إلى الرب نطلب. شفاعة العذراء سيدة الجبل،
كن يا رب كنيستك رؤوفا واستمع لصلواتنا راحما بحق شفاعة والدة ابنك الإلهي الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. Thank you.
أيها الإخوة إلى الله الأبي القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. O Holy Father, receive these offerings which the Church, our Virginal Mother, makes in imitation of the Mother of Christ, so that, gathered into unity from every people and nation, the Church may become one body, living by the one Spirit. بالمسيح ربنا. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. لنشكر رب إلهنا. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. By the marvelous gift of your loving kindness, you decreed that the mysteries accomplished already in the Blessed Virgin should be accomplished in sign through the sacraments of the Church. For from the baptismal font, the Church brings to birth new sons and daughters conceived in fruitful virginity through the faith and the Holy Spirit. These newborn children, the Church anoints with the precious oil of sacred chrism, so that the Spirit who filled the Blessed Virgin with an abundance of gifts may come down to bless them with the outpouring of grace. Each day the Church also prepares for its children the table where it nourishes them with the bread of heaven, born of the Virgin Mary for the life of the world, Jesus Christ our Lord. Through him the angels of heaven offer their prayer of adoration as they rejoice in your presence forever. May our voices be one with theirs in the triumphant hymn of praise. فهو حينما أسلم نفسه للألم طوعا أخذ خبزا وشكر ثم عكس وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يقتل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس والشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يرق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. نقدم لك أيها الله
خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيير باتيستا، وأسقفنا جمال الحاضر هنا، وسائر الإكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله سيدة الجبل، والقديس يوسف خطيب العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدوس كل إكرام ومجد إلى أبد Salve siete mukhalis wastinadan ila talimihi lillahi nasuru fanakul نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، ودوتنا برحمتك وعافتنا من الخطيئة، لنعم نقول تراب نحن ومتطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح، يا ما قلت لرسولك سلام استودعكم سلام ينهكم، لا تنتو إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازع وأولح الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي الملك إلى دهي الدهور. آمين. ليكم سلام الرب معكم دائما. بمحبة وفرح لنتبادل سلام المسيح في هذا العيد. يا رب السلام، إملأ قلوبنا السلام.
ودع حمل الله ودع الحامل ختال اللام توب للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة وتبرأ نفسي. سنتقدم الآن بورع وخشوع من التناول المقدس. سيكون هنالك 12 موقع لقبول التناول. سيدنا البطرك وسيادة المطران في منتصف الكنيسة، وباقي الإخوة الكهنة سوف يتوزعون على جوانب هذا الموقع، 12 موقع. فالرجاء لابعاد ما يجوا على منطقة الوسط، لأنه الكهنة رايحين ينقلوا لكم التناول مع إخوتنا الشبيبة. ثم نعود إلى أماكننا ونصلي شاكرين للرب ونرنم، ريثما ننتظر الكلمة الختامية من أبونا يوسف كاهن الرعية، وكذلك الدورة بأيقونة أمنا مريم العذراء. Yeah.
نعود إلى أماكننا بعد التناول. نشكر الرب على هذه النعمة الكبيرة التي يعطينا إياها في هذه الذبيحة الإلهية، أن ننال ونتناول جسده الكريم. إنه مصدر سعادتنا، مصدر حياتنا، ومصدر خلاصنا. دعونا أيها الأحباء نعود إلى أماكننا ونشكر الرب بصمت وخشوع. نستمع الآن إلى كلمة شكر من قدس الأب يوسف كاهن رعية سيدة الجبل في عنجرة. إن الله الآب قد جمع كل المياه وسماها بحراً، وجمع كل النعم ودعاها مريم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وسيدة الجبل طيبة وبخير. بعد تقريباً سنتين من احتفالاتنا اللي كانت عالضيق، السنة دي هذا العام احتفالنا احتفال كبير، بلا صلاة عن نفسي وعن رهبان الكلمة المتجسد وعن أبناء رعية سيدة الجبل اللي محتاجين أحسن سقفة. الشبيبة خصوصاً أقدم الشكر لجزيل غبطة البطريرك سيادة بطرك بير باتيستا بيتزابيلا، وبنرحب بأول مرة بسيدنا جمال مطران الأردن في عنجرة. هاي سيدنا جمال محتاج زغرودة، زغرتوله. دايماً بيقولوا إن أنا بنسى، بس إن شاء الله اليوم ما انساش. أتوجه بجزيل الشكر
لأصحاب العطوفة والسعادة المشاركين معنا في هذا الاحتفال، وعلى رأسهم سعادة النائب فريد حداد والدكتور عماد حجازين. أقدم الشكر كمان لهيئة تنشيط السياحة الأردنية. شكر خاص لعطوفة محافظ عجلون ورئيس البلدية والأجهزة الأمنية، قاموا بعمل جبار تقريباً من 3 أسابيع وهم متابعين معانا. البلدية بنشكرهم. كمان بشكر كل اللي ساعد وساهم في إنه الاحتفال يخرج بهاي الصورة اليوم، الناس اللي ساعدتنا مادياً، الشبيبة، الكورال، الكشاف، كشافة الحصن، الصوتيات، كل إنسان ساعد أنا بشكره شخصي حتى لو مش أذكر أسماء. شكرا للجميع. بحب أشكر بنوع خاص كهنة البطريركية، الكهنة الموجودين هون، هدول محتاجين سقفة كمان، لأنه دايما الكهنة، كهنة البطريركية دايما داعمين عنجرة، دايما داعمين عنجرة، ولما عرفوا دايما لما بيعرفوا الحاج بيبلشوا يتصلوا أبونا شو محتاج عشان نساعدك. فشكر كتير إلهم وشكرا للبطريركية، شكرا لكم. بحب كمان أشكر اللجنة المالية في البطريركية لأنها ساعدتنا في إن إحنا نقدم هاي الاحتفال بهاي الطريقة، وبحب أشكر كمان اللجنة الليتورجية في البطريركية، شكرا إلهم. شكرا لأخوية عنجرة، شكرا لرجال عنجرة، شكرا لكم جميعا، شكرا للرهبان والرهبات الحاضرين، شكرا للرهبات الوردية دوروتية، شكرا للجميع، وإن شاء الله يكون يوم جميل وتقطعوا عندنا وأنتم مبسوطين، شكرا لكم. بحب أشكر بنوع خاص موقع أبونا، دائما حاضر معنا الموقع أبونا رفعت موجود، وبشكر قناة نور ساد، شكرا للجميع. لنصلي. Lord our God, fill with the Spirit of Christ those who have nourished with his body, so that our actions may always be guided by the same Spirit who shines upon the pathways of the Church and who sanctifies the entire life of the Virgin Mother. بالمسيح ربنا. آمين. نستعد الآن لدورة أيقونة مريم العذراء في وسط أبنائها الجمهور الحاضر معنا، ونحن ننشد ونرنم يا أبناء مريم. منبارك للطفلين اللي أخذوا أول مناولة، مايكل إليد دوميت، ألف مبروك، وجوي جريس أيوب، ألف مبروك أول مناولة. نستعد لمرور أيقونة مريم العذراء سيدة الجبل بيننا لتباركنا وتبارك بيوتنا العامرة. ارفع ايدينا لامنا مريم. سلام.
مريم نرفع ايدينا. سلام سلام لك يا مريم، عظيم 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 مريم. زغاريت لأمنا مريم. زغاريت للأم البتول. Yeah.
بيت للأم البتول. بأيقونة أمنا مريم العذراء. الرب معكم ليكون اسم الرب مباركا موناتنا باسم الرب. بركاكم لك القدير لكل شيء الله والابن والروح القدوس. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. لتنظيم الدخول للمزار ندخل من الباب الرئيسي ونخرج من الباب الجانبي. كل سنة وتسالمين. سمعونا زغاريد.